السلام عليكم يا شباب، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة. اليوم دخلنا ذكرى سنوية للعبة واو 17 سنة. مجرد ما تلقينا اللعبة حتروح الميل بوكس، حتحصل بريد يعطيك الترطيعة هذه، حيعطيك معاها بف واو في الركن، في البف. البف هذا بيعطيك 17% اكس بي و 17% ريبيتيشن. طبعا زي كل سنة انه بيحطوا ماونت، يعني مع كل احتفالية. فالماونت السنة هذه حيكون من بوس ديمولكر. الماونت حيكون شبيه لماونت سيلفانس ميثيك، ويعني اللي بيحصل على الماونت هذا بس اللي بيقتل ديمولكر في الاحتفالية. طبعا حطيناها إلين قبل ما ينزلوا الليجن تيمورك. فالحين هنروح للبوس. طبعا عشان نروح له لازم ندخل أورجيمار أول. أول ما نخش البورتل هذي على اليسار على طول حنحصل البوس، الناس تضاربه وشي. يلا بسم الله. فوق لا يموت. يس لحقته. يس نجرب الماونت، شكله جيد. طبعا الفرق انه حق سيلفانس يكون عليه دروع، هذا ما عليه دروع. طبعا الذكرى حق تي بي سي هذه، انه في ايام تي بي سي كان اول ماونت فلاينج بالشكل هذا يخترعوه. اكتبوا لي رايكم في الماونت، ايش رايكم فيه؟ هل تستحق انه يكون الجائزة السنوية 17 سنة ولا لا؟ سلام.